متابعي متابعات شفت فيه، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سيدي سليمان مدوار سيدي سلامة. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. سيدي محمد كيقول بأن الأخ ديالو كيتهجم عليه، الأخ ديالو الصغير كيتهجم عليه، وهذا السيد هذا أب لثلاث أطفال. غادي نعرفوا القصة ديالك سي محمد. مرحبا بك معنا مرة أخرى، تفضل سيدي وقول لنا القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اب لثلاث اطفال، وعندي واحد الاخ ديالي تيتعدى عليا باستمرار، وفيما تيدوز تيطلق هضره من الفم ديالو قاتله، وتنحاول باش نتفاداه، ولو مره واحده ما تيبغيش يعف عليا هذا السيد هذا، وكل عام تيتعدى عليا، ما هي مره ما هي جوج، وعندي شواهد طبية عدة فيتهجم عليا، سرقني دارية خرفان، وحنا تنقولوا هاد السيد يهديه الله وغادي يتصلح، وهاد السيد هذا كاع ما بغاش يتهدى. انا تنطلب من جلالة الملك محمد السادس الله يحفظ وينا ويقوي لنا، انا عندي فيه اليقين بانه تيحب الشعب ديالو وما يبغيش يكون بحال هاد الاشياء هادين، وتنطلب من السلطات المغربيه ومن رجال الامن ياخذوا لي حقي. الطلب ديالي الواحد هو هذا، هاد السيد هذا راه ما بغاش يعف عليا، دائما تيتعدى عليا باستمرار، وكاينه عندي توابت اللي تيثبتوا هاد الشيء هذا. بالنسبه للدوار هنا ما يقدرش باش يشد لي، انا تنمشي تندعي وتنتقدم للسلطات، وبسبب الشهود تتفشل لي العمليه. انا باغي الحق ديالي، انا تنطلب على الحق ديالي، ولا كنت انا ظالم السلطات راه يدها طويله عليا، انا ما تنطلبش اكثر من الحق ديالي باش يتهجم عليا كل مره. وعندي هاي عندي 13 غرزه هي في الراس ديالي، انا اليوم انا تنشكي من الجيم ديالي، ما تنقدرش نتنفس بصعوبه، الكتف ديالي هو طايع عليا، الناس قالت هي خدامه تطاكي على وعدها، تزرع الفاصه البهيمه، واللي تيحرط واللي تيوجد، وانا جالس نتحجل. اذا ما الدور ديالي انا اليوم ملي غادي نجلس انايا مخزون؟ ما الدور ديالي؟ وبسببه هو جالس يدوز دابا لي حاليا، باقي لي حاليا تيدوزو ديما 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 بالمعانن. اشنو باغي مني هاد السيد هذا؟ باغي نوصل شي حاجه اللي ماشي لا يحمد عقباها؟ واش هاد السيد هذا ما بغاش يعف؟ حنا راه غادي نهدو جبال، الا ما قدرت عليه هاك وعيان باين، رانا نقدر غادي نجيو من هذا ونغدرو نعطيه. انا ما بغيش نغبر على ولادي، انا عندي ولادي باقيين صغار، الا خطيتهم انا شكون يخدم عليهم؟ شكون يجيب لهم تضغمه ديال الخبز؟ شكون يديه لهم؟ شكون يقلب عليهم؟ كل عام يوقع، راه عاف شهر ثلاثه، هي عندي الدعوه عاف في شهر ثلاثه، وهي عندي دعوه في هاد شهر تسعود، جوج في شهر تسعود، هادي عام من شهر ثلاثه لهنايا. دابا هما جوج دعوات عيم شهر ثلاثه لهنايا، فهمتيني؟ وهاد السيد هذا واش ما تيفكرش شويه؟ واش ما كاينش اللي غادي يردعو؟ انا تنطلب من السلطات المحليه تاخذ ليا حقين، الله يجزيكم بخير. انا راه ما باغيش نتيتم على ولادي، وما باغيش نغبر على ولادي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. وهذا هو الكلام اللي غادي نقول، وجزاكم الله خيرا، اللي ساعدني جزاه الله خيرا.